السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده اخو بعتهولي على الواتس بيقول لي شوف لي ايه حكايته، ايه السر ان الموتور بيشتغل من غير كهرباء. طبعا ده حاجة شبه مستحيل ان الموتور بيشتغل من غير كهرباء، الملف مقصوص والاكتوفاير مقصوص وبيبة البوجيه مش محطوطة في البوجيه، والبوجيه كمان مربوط بالايد، يعني كمان هو لو مدوره بسولار المفروض فيه ضغط عالي عشان احتراق السولار. لا ده يعني في مشكلة. شوف الفيديو وبعد كده انا عم ابدأ ان شاء الله، بس في شوية شغل في ايدي كده، عم ابدأ ابحث وادور واسأل واشوف المهندسين. طبعا ده شبه مستحيل، ولكن نبحث مع بعض وندور، ولعل وعسى واحد مننا يوصل لنتيجة ان شاء الله. مفيش كهرباء ولا اي حاجة، وهدور الموتوسيكل. هذا الموتوسيكل دور اهو، تمام؟ لو حطيت البوجيه هتبطل المكنة، لو حطيت البوجيه المكنة هتبطل. اهو خليكم معانا كده، المكنة بطلت ومن غير كهرباء. انا هقفل دلوقتي تاني وهدور تاني. اهو ضبطته بايديا اهو، وهدور الموتوسيكل تاني. طب دور كده يا اسطى بعد اذنك وشيل الجيدوفاير. ادور لك المكنه واشيل لك الجيدوفاير. عيني ضبطت الموتوسيكل، هشيل لك الجيدوفاير. تعالى في الناحيه الثانيه. يعني اشيل لك الجيدوفاير ده، هشيل لك الفيشه اهي، تمام؟ الفيشه الثانيه اهي، تمام؟ اهو البروفاير اهو، البروفاير اهو، تمام؟ انا هرمي البروفاير على الارض، تمام؟ اهو عايزني اعملها كده تاني، عايزني اعملها كده تاني. اوصلك سلك الملف؟ شيل سلك الملف. اوصلك سلك الملف؟ قصه شيله خالص. سلك الملف اهو، اهو سلك الملف اهو، ده سلك الملف. ده سلك الملف اهو. انا دورت المكنة هي ده. طب وعلى كده هتمشي بيها يا اسطى؟ هنشيلها كتير. طب بعد اذنك اطلع لي بقى بره كده.